السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المتابعين والمشاهدين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. سوف نشاهد اليوم جزء من سوق المدينة القديمة في حلب، وسوف نشاهد اليوم أيضا ترميم سوق القماش في حلب. عمر هذا السوق يقارب 2500 عام. يبلغ طول السوق مع أفرعته مجتمعا 15 كيلو مترا، وهو أكبر سوق تجاري مغطى بالحجر في العالم. يجري الآن ترميمه، فقد تم ترميم عدد كبير من أسواقه، وإن ما تشاهدونه الآن الذي تم ترميمه هو سوق القماش. طبعا سوق المدينة القديمة هذا له أفرع وكأنها تخصصات مؤلفة من عدة أسواق: سوق الذهب، سوق الحرير، سوق السجاد، سوق القماش، سوق النساء، إلى آخره من الأسواق. طبعا وهو أحد المعالم الأثرية القديمة في مدينة حلب، وقد زاره على مستوى العالم شخصيات كبيرة، ومنها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون. طبعا يتمتع هذا السوق بأن كل ما يحتاجه الإنسان لبيته موجود فيه. نتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله، ولا تنسونا في نهاية الفيديو من التعليقات اللطيفة والإعجابات والاشتراك في القناة. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المتابعين والمشاهدين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. سوف نشاهد اليوم جزء من سوق المدينة القديمة في حلب، وسوف نشاهد اليوم أيضا ترميم سوق القماش في حلب. عمر هذا السوق يقارب 2500 عام. يبلغ طول السوق مع أفرعته مجتمعا 15 كيلو مترا، وهو أكبر سوق تجاري مغطى بالحجر في العالم. يجري الآن ترميمه، فقد تم ترميم عدد كبير من أسواقه، وإن ما تشاهدونه الآن الذي تم ترميمه هو سوق القماش. طبعا سوق المدينة القديمة هذا له أفرع وكأنها تخصصات مؤلفة من عدة أسواق: سوق الذهب، سوق الحرير، سوق السجاد، سوق القماش، سوق النساء، إلى آخره من الأسواق. طبعا وهو أحد المعالم الأثرية القديمة في مدينة حلب، وقد زاره على مستوى العالم شخصيات كبيرة، ومنها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون. طبعا يتمتع هذا السوق بأن كل ما يحتاجه الإنسان لبيته موجود فيه.
نتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله، ولا تنسونا في نهاية الفيديو من التعليقات اللطيفة والإعجابات والاشتراك في القناة، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة المتابعين والمشاهدين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. سوف نشاهد اليوم جزء من سوق المدينة القديمة في حلب، وسوف نشاهد اليوم أيضا ترميم سوق القماش في حلب. عمر هذا السوق يقارب 2500 عام. يبلغ طول السوق مع أفرعته مجتمعا 15 كيلو مترا، وهو أكبر سوق تجاري مغطى بالحجر في العالم. يجري الآن ترميمه، فقد تم ترميم عدد كبير من أسواقه.